عندنا نحن المسألة الأساسية اللي رانا عندنا في الحرير أول اللي بيخص الجهة الاستخرافية الإرشاد الفلاحي جزء مهم جدا في تطوير القطاع الفلاحي بالوطن. عندنا الدعم الدولي لدعم مادي وأيضا هناك دعم تقني. الحمد لله عندنا الإطارات وعندنا المعاهد المختصة اللي تقدر تكفل بهذا، خاصة في جانب ضبط برنامج ثري في تطوير الزراعات الاستراتيجية. يحاولوا الفلاحين كل واحد يطرح الانشغال تاعه حسب المنطقة تاعه. عندنا 5 دوائر، كل دائرة عندها خصوصياتها، يعني كل دائرة راح تطرح انشغالها لسي دول. معرض العام الحالي مميز عن سابقه، دخلنا فيه فلاحين من مختلف المنتوجات الدوائر الخمس على مستوى الولاية، دخلنا حيز كبير وأجنحة كبيرة تضم المقاولاتية في حد ذاتها لتعريف الفلاح، لتقريب الفلاح بمقومات هذه المهنة وتزخر بها.